بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنعرف الأماكن المتاحة والمتبقية والشاغرة لكلية الطب البيطري بالنسبة للمرحلة الثانية، لكن بداية لو كنت طالب أولي أمر ومهتم بأخبار التعليم أو أخبار التنسيق ويهمك تصلك كل أخبار التنسيق أول بأول، فريد تنزل تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وريد تدعمني بلايك الآن للفيديو، وريد لو قدرت شار الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طيب بالنسبة لكلية الطب البيطري والأماكن المتاحة والشاغرة بالنسبة للمرحلة الثانية فهي كالتالي: كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، كلية الطب البيطري جامعة المنيا، كلية الطب البيطري جامعة المنوفية، كلية الطب البيطري جامعة العريش، كلية الطب البيطري جامعة دمنهور، كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد، كلية الطب البيطري جامعة أسوان، كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، كلية الطب البيطري جامعة أسيوط، كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، كلية الطب البيطري جامعة سوهاج، كلية الطب البيطري جامعة بنها، كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات، وأخيرا كلية الطب البيطري جامعة مطروح. وبكده يكون عرفنا الأماكن الشاغرة والمتبقية والمتاحة بالنسبة لكلية الطب البيطري بالنسبة للمرحلة الثانية. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.